تبارك الله عليكم وليداتنا، كي درتو كي بقيتو كي صبحتو كي درتو شويه كي دايرين مع الصحيحه وصباحكم مبروك. ايوا وليداتي ديك الحلوه اللي دات البارح قلت ها الناس غتعيط لي، ها الناس غتعيط لي، لدابا لا صونا شي واحد وقال لي راني بغيت شي كوموند. لدابا حد دخلوا الناس في الواتساب والله امي نعمة فكرتينا في ديك الحلوه القديمه، فكرتينا في ديك الحلوه القديمه. ايوا وصحاب الريكوموندات اللي عندهم الفرح ما اتصل بيا حتى واحد. اذا دابا انا خدمتي مشات هنباء من تورا واش كيقولوا لبابا ها؟ ولا خصكم ديال اللوز؟ خصكم ديال اللوز؟ يا عيني اللي يدير لكم ديال اللوز؟ والله ما كاين غير البيض والطحين. صلاة على النبي. وهذا هو وليداتي راني دابا في البادية. غنشارك معكم فيديو حنا غنشاركين معكم الفطور، غنشارك معكم فيديو بالبادية حتى تتابعونا عليه وغيكون زوين إن شاء الله وهنتموا معاه كمان. شي حاجة مزيانة إن شاء الله. السلام عليكم أختي المشاهدين، كيبقيتو لاباس عليكم؟ نتمناو كلكم على خير وبخير، نتمناو جميع العائلة إن شاء الله. واليوم الأخت هي في البادية إن شاء الله، هي محمود هي السي حميد والمجموعة كاملة والكليكة، وهنتموا معنا إن شاء الله. ومازال نشوفوا ان شاء الله شنو كاين في هذا الفيديو ان شاء الله. بارك الله على المتتبعين ديالنا العزاز والمتتبعين البدويه والمتتبعين ديالي. لا قول ديال حميد. وهنا غيبانوا المتتبعين ديالي مع البدويه. باش واليوم رحنا في الباديه وغتتابعونا على واحد الفيديو ان شاء الله ديال التاريخ وغادي يعجبكم ان شاء الله، ولكن عليكم بالبارطاج. وعاد جيو من فوق وديروا له جوطين. وشكرا على التعاليق ديال البارح ديال الحلوه. الله يكبر بيكم. ديال الحلوه الهمويه. ديال الحلوه اللي بقاو التعاليق كلهم كلهم بقاو عزاز وغاليين وكلشي كيضحك وكلشي خلى لايكات. تحيه لكم كبيره. واللي خرجوا كيهضروا على الحلوه يديروها. اللي لقى ما احسن من العسل يلعقوه. انا غا بدويه. حلوه ما كاين شحال هذه تبارك الله. هذيك راه ديال شحال هذه حلوه قديمه. حنا بينا حلوه قديمه. وتبارك الله عليكم والله يعزكم ويطولنا عمركم وبقاو مع الفيديو بالباديه. تعالوا تفطر. وليداتنا دابا واحد القدور. واحد القدور غيدار في الكانون. ما على بالكمش بيه وانتم غتشوفوا. تبارك الله على وليداتي. غنبدا بهذا. راني فرشت وليداتي هاد الدنجال على حسب باش واخا يلصق يكون غير الدنجال. هذا عندي مشرمل اخوتي ما كاين غير الثومه والحار. ها انتم وليداتي، ها انتم يا وليداتي على قدور غيكون ان شاء الله. ضرب علينا هاد الدجاجه خليها تنغمنا. ها انتم يا وليداتي الجزار، ها انتم الجزار وها انتم الجزار وها انتم الجزار. هادشي رائع. ها انتم وليداتي بحريقة دنا وليداتي. كاين واحد الطاجين صغير قلت انا ما يكفيش. هذا ما يكفيش. ما يكفي؟ يكفي ان شاء الله يا ربي بقدرة الله. يرى البركة في كل شيء. البركة. دوزوا دوزوا. الوليدات وكذا وهذاك كل شيء كياكل ويشرب الحمد لله. ها انتم غندوزوا لهادي. ها هي. ها هي وشارملة. غير الثومه والقصبر السودانيه مزاود. المزاود دوك اللي شفتوني خلعت في السطل هادوك المزاود. يا سعدنا ولا غا واقف كي الضبيب. انا معك انا معك انا معك. واقف كي الضبيب. ها انتم وليداتي كي جاتك هاد العماريه. الخيرات تبارك الله. هادي كثر من الحلوه البارح. هذا قال لهم حيدوا بالك وغنقعد. هذا قال لهم حيدوا حيدوا نعيمه فاقصه العده. ايه تقعدي يا ليام تقعدي. ايوا هذا هو الطاجين ماشي دير لي حكو. راه كلشي عندي هنا هنا. كان باش كتعجبني بالفهامه. الفهامه عندك الفهامه سبحان الله. الفهامه ذكاوه. انا ذكاوه. انت ذكي. انا ذكي عليك. ذكي عليا. ايوا انا عارفه. قولي و يلا كمان ديك العويفيه. انا قولي ان شاء الله واجده باذن الله تعالى. العويفيه يلا ان شاء الله واجد. غنديروا الزيت هذا ولا تندير مطيشه. تندير مطيشه. ايه هاد العويده بزاف خدامهم دار العربيه. هادو راهم تا هما شو تيلعب على العواده خايفين. هادو تا هما نعمه. هادو مكبرونا والدينا.
ولا شعلي ولا شعلي هيا سيد شعلي ولا شعلي سلاح بها وما تشعلش ايوا هاكا اهلا سيري فحالك ايه بسم الله كما كتشوفوا اختي المشاهدين هذا ان شاء الله يكون واحد الطاجين داك الشيء معتبر ومع الوليدات تبارك الله والعائله كاينه موجوده وحنا تبعوا معنا كيفاش الطاجين تنهدي هو المتتبعين ديالنا العزاز السي حمد راه قال لكم عن ماريا وكلها وخيره في داره حنا غا كنشاركوا مع المتتبعين كلشي يلا قول اش عليك اش عليك اش عليك قول اش عليك اش غنقول لكم اوليداتي طاجين واش من طاجين دابا غنزيدي شي غاعه عمي دابا نتي غنعمي لا غنزيد مويه الراجل ضروري ايوا فاش غيطيب زيدي تبارك زيدي ها زيدي تسبه للمرأة كلمتك هي اللي تكون صافي ملي غتبان غتبقى تفيض غطي هانتوما وليداتي اجي عندي المصورة اجي عندي المصورة هاد الحوت ها هو انا كنجمع له شرموله هاد الحوت هذا وهذا الروز حتى يقرب يطيب لي انا شرملته حتى يقرب يطيب لي داك الشيء عاد غادي نديرو من الفوق هانتوما خوتي يلا بقاو معنا ما تمشيو فين دابا وليداتي غندوزو نديرو هذا الرويزه يا وليداتي يا شي لا غدا في الخلاك اللي داير اخوتي قال وجه الله واش ما نسالوش جي وجو طيب من هذا الغدا هذا ها اجي حدايا انت منا اقول قول اخوتي العزاز الطاجين ما يستاهل يجي موجود طيب اي يستاهل هما يخليوها لكم كومونتير ايوا واه الجماعه واه الجماعه واسمعوا لا سمعوا خير وا
ورا البدوية دايرة عمارية وهودو هودو 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 هاينا حميد هانتوما وليداتي هانتوما ايوا كتساعدني كتساعدني الله 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 ينقص من عمري ويزيد في عمرك علاش علاش تحرقي لنا المراحيض الله يجعل سيدي ربي قوت اللي كتدير فيا الخير كنبغينا ايوا بالله ما يشكرك الخير ساعدك يا مخير هود عندي لتحت هانا انا خوتي ما تناكلش السردين كنت تاكل ياك هاد الحوت هادي ديالي انتما خوتي ما تناكلش السردين الصغيوره راه ديالها ما فيهاش العظم انتما خوتي هادي ديالي وهذا خلاص ديالهم هذا خلاص هاد السردين ديال مول البغال ديالنا بزاف عليك تشرى من المارشي تشرى من القلب ديال المارشي من داخل ايوا لالا غي انا عارف راسي غندير الطاجين الطاجين تيصلح له السردين شوفي ديالك شدت الطاجين كله ديالي ايوا اش غنقول لكم اخوتي بقاو معنا على هاد الطاجين بغيت نستفو قدامكم ما بغيت زعما يا انتم وليداتي انتم شتي البدويه الشغل ديالها كي داير الله يرحمك ايه البدويه ما منها جوج والله العالي العظيم البدوية ما منها جوج غا اللي بغى يقول يقول كيبرد على قلبه هانتوما خوتي يا دابا كي دايره القعيده هنا في الباديه اذا ان شاء الله من غادي ها يجيب الله الروا ان شاء الله مزيان الطبيعه وليداتي كما كتشوفوا هذيك الحوته ديالكم غا خليتيها تد شنو ندير لها هانتوما وليداتي ها تبارك الله يا رب احمد الله على هاد بنت الناس اللي عطاك الله الله يلا بينا احمد الله كتوكل لك غير حاجه شنو بغيتي راه قلتي له ينقص عمري ويزيد في عمرك راه ما بغاش يمشي راه ما بغاش قول حمدتك يا ربي وشكرتك حمدتك يا ربي وشكرتك تبارك الله كما كتشوفوا هاد الجوده والسردين من داك السردين المزيان شريته البارحه خوتي ودرته في الفريقو حيت اليوم الجمعة المارشي ما فيهش الحوت قلت غندير طاجين في العروبية خديت هاد 3 كيلو ديال السردين وزوين تبارك الله يا كي غادي العافية طلع لهاد فوقي ها نزيدو العواد ما بقاتش في العواد بقات في خصنا يطيب منهم الحوتة ديالك هي اللي عمرتنا هادي طونه هادي خليها هنا هادي شريميله ديريها من فوق ها انتم اخوتي شوفوا 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 حيد من الشمس حيد خلي الطاجين يبان وانت ديما داير لي الظل ايوا دابا ساليتي بالسير تبارك الله عليكم اخوتي دابا وليداتي راني غنخبز والطاجين راه منصوب مازال نزيد خبيزة الله يا ربي الله انا وليداتي كمان واحد الخبيزة ها هي شوف عويد ها انتم وليداتي دابا نحرك بعدا الفران ها انتم وليداتي ها انتم وليداتي دابا غندفع الخبز خوتي خواتاتي ما بقى غير الصلاه على النبي الطاجين جاهز ها انتم اخوتي وبالصحه والراحه وبالصحه والراحه
انت ما وليداتي شنو جايب داك الطبسيط؟ هاد وليدي هنا دابا دابا هي اللي تسوى بي. وكا حميد وهك هاكا الراجل واخوذ هاكا الراجل ديري لي الحوت لا ديري لي الروزه الراجل خوتي خواتي هاتي الطاجين جاهز كمان اخويا ما تحطوش صافي شرب الا ما عندكش شي شطيطه باش تحطو هاكا حميد دونك عندك تحرق داك اللسان اللي كيجيب الخبار ويدي الخبار خوتي ها الخبيز ديالنا ها انتوما ديال الفران شوفوا ها انتوما كي دايره ها انتوما وليداتي ها شوفوا الخبزه وليداتي ديال الفران ها انتوما شوفوا وليداتي ها انتوما وليداتي شوفوا الخبز كي داير كل شي بلدي ما كاين غير البلدي والله يخلي لي المتتبعين ديالي اللي كيتابعوني حتى يخليوا لي التعاليق الرائيين كمان غير انت كمان انا نتسنى ياك ما حرقت لسانك شفت كهرب بارك الله ايه دغيا دغيا ها الشطيطه ها الشطيطه بارك الله والله قاسمني طايب طايب ونتمنى لاباس اش بهاديك كمان عطيها لي نتمنى خوتي المشاهدين صافي خوتي ديالهم الويكاند ديالهم يخرجوا وليداتهم يخرجوا لشي بلايصه وعيطوا لي انا نصب انا نصب انا نطيب الاجواء كتكون رائعه بزاف والله العظيم تبارك الله عليكم اخوتنا العزاز الغاليين مع السلامه واشتركنا معكم نهايرنا في الباديه وشكرا سمع سمع اخويا متتبع سمع سمع اخويا مشاهدين كيغليها وحديتها والله الا لا تيغلي والله القاسم يلا وليداتي الله يخليكم لينا شفناكم ونتمنوكم تبقاو على خير وبخير وهذا غدانا اليوم ومع اختكم البداويه ديما ديما ونتمنوكم تكونوا على خير وبخير انا قدامكم في الصالون يلا تبارك الله عليكم اجي نمشيو للجرده حابين نتغداو الصالون سير على مولانا نتغداو الداخل يلا